مساء الخير على الكباتن. اهلا يا باشا. مليون مبروك طبعا، يعني فوز مهم جدا، وزي ما حضراتكم قلتوا كان دايما يعني مواجهات الاهلي وسيمبا في تنزانيا بتشهد نتائج سلبيه بالنسبه للنادي الاهلي، وده يعتبر اول فوز للنادي الاهلي وقد يكون الفوز الاول لاي فريق مصري هناك. مش بس الفرق المصريه يا كابتن ايمن، برضو الفرق العربيه الثقيله، يعني شفنا الماتش الاخير الترجي والخساره برضو على ارض هناك تنزانيا امام سيمبا في مباراه العوده، برضو الاعوام الماضيه. يعني عايزين نتكلم ان الفريق سيمبا في اخر خمس نسخ في بطوله الافريقيا تشامبيونز ليج وصل منهم ثلاث مرات في المجموعات، كل مره يصل فيها لدور المجموعات يصعد للدور الثمانيه او الادوار طبعا دور الثمانيه اخره ويخرج منها، ولكن في المواجهات كل المواجهات لاحظناها بيقابل فرق تقيله بيكسب على ملعبه ويخسر هناك وطبعا ويخرج من البطوله. شفنا حتى في نسخه 2019 امام الاهلي كان برضو نفس الكلام، الاهلي فاز عليه هنا 5-0 وخسرنا هناك 1-0. نفس الكلام في نسخه 2021 نفس الكلام برضو، كان فوز للاهلي 1-0 هنا على ملعبنا وهناك خسرنا 1-0. النهارده كسرنا القاعده والحمد لله حققنا فوز مهم جدا، فوز 1-0. ولو نفتكر طبعا في الدوري السوبر الافريقي يا كابتن ايمن كنا هنا في الاستوديو وتعادلنا هناك 2-2، وتحليل المباراه حتى الارقام الشوط ارقام الشوط الاولاني بس كان النادي الاهلي خلص كتير. مظبوط. النهارده الشوط الاول رغم ان هم خدوا الاستحواذ كله، حتى في يعني النهارده كابتن عادل بقى الاستحواذ كان ايجابي بالنسبه لسيمبا لان هم تمريراتهم معظمها كان صحيحه. انا بشوف الستايل بتاعهم بيشبه شويه سان داونز، او هم رايحين ان هم يلعبوا الكره يعني الشورت باسس والاستحواذ ويلعبوا يعني بالاختراقات. لا، الجزء الامامي بس، الجزء الامامي، لان سان داونز بيبدا من تحت، بس سان داونز ومميزين جدا في البدايه من تحت. ده النص الامامي هم مميزين فيه، انما عندهم مشاكل كتير جدا في النص الخلفي خاصه في الباكات، لان زياداتهم طبعا بتسيب فراغ كبير جدا او مساحات في خلفهم. وهنعرض هنستعرض بعض الحالات اللي كانت تبين النادي الاهلي كان ممكن يضرب سيمبا في خط الظهر خاصه في الاطراف ونحرز اكتر من هدف في الشوط الاول. خلينا نبص على ارقام المباراه كابتن ايمن ونشرح مع بعض ازاي الاهلي النهارده تفوق على سيمبا رغم ان الاستحواذ كله زي ما احنا شايفين 64% لسيمبا. حتى الشوط الاول لوحده كان 63 لسيمبا، تخيل الشوط الاول فقط 63، المباراه انتهت ب 64% استحواذ لسيمبا مقابل 36 للنادي الاهلي. هدف الفوز طبعا في الدقيقه 5 في الشوط الاول، والحمد لله رغم كل الظروف اللي حضراتكم شرحتوها يعني قدرنا ان احنا نتماسك لحد اخر لحظه في المباراه. اخطاء 10 مقابل 10، الركنيات كانت 11 ركنيه لسيمبا النهارده 4 للنادي الاهلي. لا تسلل 4 وقع فيه فريق سيمبا النهارده تسللات. بالنسبه بقى للمحاولات او التسديدات على المرمى كان عندهم يعني محاولات كثيره جدا على المرمى، شفنا تسديدات كثيرة جدا منهم بس 4 شالهم مصطفى شوبير من داخل منطقة الجزاء، وزي ما حضراتكم قلتوا أحسن لاعب النهارده في المباراة هو مصطفى شوبير، تصدى لـ7 تصديات منهم 4 من داخل منطقة الجزاء. الـ17 تسديدة لسيمبا معظمهم خطرة جدا، 7 أون تارجت على الثلاث خشبات، وحتى التسديدات خارج الثلاث خشبات كانت خطيرة جدا وكانت تمثل خطورة بنسبة طبعا وصلوا لـ41% من دقة التسديدات. النادي الأهلي 5 تسديدات، واحدة منهم أون تارجت، شفنا الانفراد الأخير حتى لكهربا من الفرص اللي هنستعرض بقى كمية الفرص النهارده. طبعا الاكس جي كان سيمبا قد يحرز هدفين، تخيل يعني الفرص والتسديدات قد يحرز هدفين النهارده، النادي الاهلي قد يحرز هدف وده اللي حصل بالظبط. الفرص النادي الاهلي النهارده ما كانتش كثيره بالنسبه للتوتال فرص، ولكن كان عند الاهلي من فرصتين كان في فرصه كبيره محققه كان ممكن تظهر، ده غير الهدف طبعا. بالنسبه لسيمبا النهارده عملوا فرص كتيره جدا، ده شفناها من واقع التسديدات على المرمى، وفي كان دبل باسس كتيره وشفناهم اكتر من لاعب في مواجهه المرمى. بالنسبه للتمريرات النهارده هو ده بقى طريقتهم في اللعب، زي ما قلنا عندهم 449 تمريره صحيحه النهارده بتصل دقتها ل 81%. بالنسبه للنادي الاهلي من اقل المباريات معدل التمريرات النهارده كان عندنا، لان حتى الاستحواذ زي ما احنا شفنا 36%، فما كانتش الكره ماسكينها بشكل كبير كشورت باسس، على العكس من اللونج بولز النهارده الكرات التمريرات الطوليه لعبناها بشكل كبير جدا، يعني عم بتكلم في 233 تمريره صحيحه فقط النهارده، نسبه الدقه مش دي اللي متعودين عليها من النادي الاهلي 72%، لاننا النهارده لعبنا تمريرات طويله بشكل كبير جدا 52 تمريره طويله منها 19 بشكل صحيح
بنسبه دقه 37%. الناحيه الثانيه سيمبا لعبت 46 تمريره طويله على يعني في الماتش في الشوطين، منهم 21 بشكل صحيح بدقه 46%. العرضيات النهارده 13 عرضيه للنادي الاهلي، واحده بس منهم هي اللي كانت صحيحه، الدقه بتاعتهم 18%، ولكن هناك عند سيمبا شفنا 23 عرضيه منهم 9 قد يشكلوا خطوره، ودي من القوه عندهم بصراحه الكرات العرضيه المتحركه او حتى الثابته. الدريبلينج عندنا النهارده كنا يعني احنا متفوقين اكتر في الدريبلينج، عندنا لعيبه كواليتي عالي جدا في التحرك بالكره، 21 دريبلينج منهم 12 بشكل صحيح بدقه 57%، الناحيه الثانيه 17 لسيمبا 7 بشكل صحيح بدقه 50%. كسب الكره واسترجاع الكره والبول ريكفري النهارده، يعني النادي الاهلي كان 100 النهارده استرجع الكره 100 مره في المباراه، وده بتقول لنا دايما اللي احنا بنشوفه، يعني البول ريكفري عندنا حتى سريع، بنقدر ان احنا نستخلص الكره بسرعه جدا 100 مره، حتى لاننا احنا خسرنا الكره قد سيمبا في خساره الكره النهارده 43 مره يعني مقابل 43 مره لسيمبا. تصديات حارس المرمى 7 تصديات لمصطفى شوبير النهارده، كرات خطيره جدا منهم 4 تصديات من داخل منطقه الجزاء، سيمبا هي تصدي 1. بالنسبه للاعتراضات وابعاد الكره، احنا طبعا عملنا اعتراضات النهارده 20 مره، 20 اعتراض وابعدنا الكره 24 مره، ده ارقام كبيره جدا الناحيه الدفاعيه تفوقنا فيها. الناحية الثانية عند سيمبا يعني الاعتراضات أو استرجاع الكرة أو إبعاد الكرة كان نسب قليلة جدا مقارنة بنسب الأهلي، لأن الضغط كان ضغط عالي منهم في معظم أوقات المباراة، وكان بيشكلوا خطورة بتسديداتهم والفرص اللي هم صنعوها، بالتالي إحنا كان عندنا يعني مش عايز أقول رد فعل أكتر، ولكن إحنا كان عندنا معظم أجواء المباراة ودقائق المباراة كابتن أيمن كان عندنا الكرة إن إحنا بنلعب عن إن إحنا نبعد الكرة ونسترجع الكرة. ده الشكل العام ل يعني مباراه النهارده، الاهم طبعا الثلاث نقاط الفوز. يعني انا عايزين اقول ان احنا ان شاء الله هنا على استاد القاهره في او يعني في مباراه العوده باذن الله عندنا فرصه كبيره جدا ان احنا ناكد الفوز ان شاء الله، طبعا بكل ارتياحيه، ونصعد لسيمي فاينل، وبالتالي الاهلي هيبدا ان هو يعني يكتب ارقام قياسيه كتيره يعني ان شاء الله بعد الفوز القادم. يعني سيمبا فريق مهم، فريق بيلعب كره يعني كويسه جدا، عنده لعيبه مهمه جدا، زي ما كنت بقول لحضرتك في الشوط الاول فقط يا كابتن ايمن كان عندنا اكتر من فرصه، معانا صورتين ثلاثه ممكن يعني نساء حضراتكم شرحتوها بكل التفاصيل، ولكن الحالتين دول بيبينوا لنا هنا يا كابتن، يعني احنا اعتقد دي الدقيقه 20 وبرده في الدقيقه 21 نفس الكلام، احنا اخذنا الكوره باسترجاع الكوره كان سريع جدا، كان عندنا شكل مرتده هنا في ناحيه الباك الشمال عندهم في خلف المدافعين، كان في شوارع، كان في مساحه كبيره جدا لو نكمل الحاله هنا كابتن، يعني هنا الكوره دي خدت شويه بيرسي تاو، الكادر ده يعني هو رجع لورا شويه وقف على الكوره، ولكن قبل دوت كانت المساحه هنا في خلف الباك الشمال عندهم يعني اللاعب الدولي تنزانيا حسين، كان مساحه واسعه وفاضيه، مندفع هو دايما كده، فده من نقاط الضعف عندهم، احنا فعلا كان عندنا الدقه في الكرات دي كان ان احنا ممكن نشكل خطوره ونحرز اهداف كمان، كان في برضو اكتر من حاله بنفس الشكل، خاصه ناحيه الباك الشمال عندهم كان في مساحات كبيره صحيح. جدا لو كنا لعبناها بشكل افضل من كده كان ممكن نستغل الفرصه ونحرز اهداف اكتر. يعني جود لك، الحمد لله فوز مهم جدا، وان شاء الله نشوف ارقام افضل المباريات القادمه باذن الله. شكرا جزيلا يا فندم. شكرا كابتن، الف مبروك. شكرا كابتن، الف مبروك. طيب هنطلع دلوقتي للفاصل وبعدين نرجع نكمل كلامنا مع نجومنا كبار، ارجوكم انتظرونا.